السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد مع قالب تيفور. كلام بجد مهم، بيتكلم عن فراغ القاعد، إنه القهاتة بيستخدمها، بيقول في السودان في فراغ، ما في حكومة، فالشعب بيطالب الجيش إنه يكون حكومة عسكرية عشان لإدارة الدولة والحرب، لكن برهان ما قدر يعمل الحاجة دي كله، بدي فراغ أو بدي فرصة للناس بيتكلم. فكلام كتير جدا كده، أركون ناخد راحة مبارك، نرجع نعلق مع بعض. صوتك ده عالي. السلام عليكم، كيف احوالكم؟ علكم طيبين؟ علكم زينين؟ نسأل الله انه يتقبل شهدائنا الاخيار الميامين، ويشفي جرحانا، ويعيد مفقودنا، ويصلح على الوطن المواطن. كل يوم الواحد عشان يجي بيقدر يخش راي بيكون عامل مليون حساب، يعني شاعر بانه ما في جديد، عشان كده بقوم يعني بيقعد بزاويه كده يتابع بس الحاجه اللي بتحصل في الميديا دي، بيستغرب من الناس اللي بيطلعوا يتكلموا. اي زول بيتكلم على هواه، اي زول بيدافع بطريقته، لكن المشكله انه كل زول بيدافع لازم يمس الناس التانيين، يعني حتى نحن في صف واحد في واحد عنده بيفتكر انه افضل من الناس التانيين. الاحساس ده جاي من وين؟ والشعور ده جاي من وين؟ ده الكلام الحق نتكلم فيه نحن. اي زول بيفتكر انه عنده يعني كيان بتاع وطنيه اكبر، او ضمير او شعور بتاع وطنيه اكثر من الناس التانيين، بيحاول بقدر الامكان يطرحه ويضحك اي اراء، يوري انه زي الضحك بتاع امبارح، مش البرهان ظهوره كان ضحك لاراء كثيره، انه تم اعتقاله وتم القبض عليه، وطبعا الجنجويد ده كله امبارح ظهروا الكميه الكبيره بتاعتهم دي بتطلق في ناس وبتحتفل بالقبض على معتوه البرهان، ودي خلت البرهان يطلع اول مره يطلع كده طوالي جهارا، لانه الموضوع كبر كده، عشان اوريك انه الناس فعلا كانوا خايفين، طلعوا بصوره سريعه جدا جدا، يعني سريعه تاكد لك انه. طبعا انا في ناس تكلمت معي كثير، كيف تقول الجيش محاصر؟ كيف تتكلم عن حصار الجيش؟ كيف تتكلم عن قتل البرهان يا زول؟ انت كده ما انت انتهيت من الجيش؟ ما نحن لغايه حسي دايرين انا دائما بزعل في انه الزول اللي بيخلط بين الجيش وبين قيادات الجيش، الزول اللي بيخلط بين مؤسسه الجيش والجنرالات الموجودين في الجيش، ده خطا كبير يا جماعه، لازم نفرزه شير عشان يعرف الغير، شير عشان نوصل صوتنا للغير. انا حقيقه جاد الليله في انه انا احاول اتكلم بمنطق، انا ما حقعد اكوريك واحاول اوصل لك حاجه ما بتصل. نحن مؤمنين بانه الجيش ده نحن ديل الجيش هو الشعب. خلونا نشتغل على الشعب عشان يبقى عشان ننتج جيش. هسي الليلة الوضع ده أي زول بيحاول الليلة 4 شهور، ونحن كلنا ساندين الجيش ده، ما خلاص ده ما مرتكز، دي مؤسسة، لكن الجيش ده بالبرهان، الجيش ده هي الغاية، ممكن يكون حسي حاليا البرهان سبب الأزمة بتاعتنا، سبب ولا ما سبب؟ انتوا ليه بتخلوا سبب الأزمة وبتفتشوا في الحاجة الثانية، بتفتشوا في إنه الناس اللي بتتكلموا ما تتكلم عن البرهان، ما تتكلم عن كبات، يا زول أنت غبي ولا شنو؟ أنت ما بتفهم؟ انا بفتكر انه السبب الرئيسي بتاع المشاكل دي كلها البرهان وكباشي وياسر العطا، وما بخلط بين المؤسسه بتاعتي والمجموعه الجنرالات اللي قاعدين فيها، ما بخلط بين العساكر اللي بيغاتلوا الليله، بيطلعوا بيحاولوا يستأصلوا التمرد، يستأصلوا الميليشيات الدم السريع دي، انا معاهم ديل ما عارفهم، لكن هل بتفتكر انه نحن انتصرنا؟ هل بتفتكر انه الجيش ده قياداته دي بتحتاج انه نشكرها؟ تبقى انت زول غبي، تبقى انت زول مغيب. القيادات دي ما في زول بيشكرها، القيادات دي سبب النفسه دي ذاتها، قبلتها ام رفضتها؟ دي حقه حاجه تفهمها. تحديات كثيره كلنا عارفين، التحديات كثيره، المؤامرات كثيره عارفينها. لكن المؤامرات دي اللي تسبب فيها منه؟ ما انت حقه تسال نفسك، المؤامرات دي بلاها جات؟ اتبنت بلاها؟ ما ربوهم ذاتهم الجنرالات دي للعسي، نحن بندافع عن وطننا. لغاية حسي العساكر الصغار اللي بيموتوا والمواطنين اللي بيموتوا والجيش اللي بيموت ده بسبب القيادات ذاتها، يعني نحن وقت جينا علينا وكنا بنقول العسكر للسكنات والجنجويد ينحل كانوا هم ذاتهم بيقتلوا فينا. ده انت غيروها يعني؟ ده ما واقع. ده واقع الليلة نحن جينا وقفنا مع الجيش، مع المؤسسة، ما وقفنا مع ونون. لأنه نحن مؤمنين بأنه هم ما بينتصروا، أنا بقول لك وحاقول لك وحاظل أقوله كل يوم حتتأكد أنه أنا بقول لك الصح، هم ما بينتصروا، لأن ربنا ما بينصر له ظالم. دي أنت ما بتقدر تتكلم فيها. سمعت 200 أنه ربنا نصر له ظالم.
دي ما دي انت بتتخطاها صح؟ ودي الاصل يعني ده الاصل، ما هم ديل ذاتهم ما حينصروا الحاجة الحقيقية. الحق بتتعمل شنو؟ الحاجة الحقيقية وريناك اعلان حالة الطوارئ ما عمل الزول ده، ما عمل ليه؟ ما عمل ليه؟ حظر التجوال ما عملوا ليه؟ ما عنده حاجة في يده؟ اوكي تكوين حكومة الحرب الليلة هم بيطردوا في البرهان ومبارح احتفلوا ليه؟ لانه قالوا قبضوا البرهان. طيب يا اخي احنا عشان انت لا قبضت لا انقبضت، ما الحاجة الحقيقية حقه يعمل الجيش اللي انت الليلة بتجيف معه ده كمؤسسة، المؤسسة عندها عمل منضبط وعمل معروف وعمل اي جهة قامت به. ابو احمد الحسي بيضحك فيه قال بلد ما فيها شرعية ما فيها جيش لانه هو اشتغل جيش. طوالي كون حكومة الحرب وعلن التعبئة العامة وقوانين رادعة اعدامات لاي زول صعلوب. انت ما عملتها، القيادات ما عملوها ليه؟ ليه ما كون حكومة الحرب عشان ما يطاردوا البرهان ذاته؟ اعمل لك واحد من القيادات البرة، اعمل لك واحد من السفرة قاعدين كراس لحكومة الحرب، امشي فتشوه. ما نحن حسي ما بيقدر يفتشونا لانه نحن في دولة بتاع العدالة، انت دايرك زول يتحرك. يعني واحدة من الحسنات اللي عملتها رغم ضعفه وهوانه ومحايد ولغاية حسي محايد عقار ده اثر لك في الواقع السياسي، ده كلام بيفهمه ولا ما بيفهمه؟ عقار ده بيته وبضعفه ده وبالحياد الواقف فيه ده الليلة خالق لك تأثير خارجي. ليه ما دار تكون تشتغل شغل جيش؟ ليه دار تشتغل شغل سياسة والسوقون اللي نقبلهم بشغل السياسة ده ما جيش؟ نحن قبلوا قلنا العسكر للسكنات والجنجويد انحل، الجنجويد الليلة بتحلها. يبقى العسكر طوالي ما للسكنات، للسكنات شنو يعني؟ يعني طوالي بعد من السياسة دي يا بابا واشتغل جيش. ده كلام بسيط ما دار غباء، ودار واحد أهبل يقول لك تفويض فوضك ليش؟ أنا ما في حاجة بتخلينا فوضك ولا في حاجة بتخلينا أعمل لك أي شيء. إنت الحاجة الحق تقوم بها إنك تغاتل وتحمل بر البلد. الليلة هم دخلوا وإنت بتحمي في نفسك، ما بتحمي في البلد. جنجويد قاعدين مع الأسر، قاعدين مع بينتهكوا في الحرمات، ببيدوا في الأسر، بيغتصبوا، بيعملوا في كل الجرائم وإنت محتمي بغيادتك. أفوضك كيف؟ إنت بتحمي في نفسك بس. إنت لو ما دار تحمي نفسك كون حكومة الحرب، ما دار تكون حكومة الحرب ليه؟ عشان ما تطير منك، عشان السلطات بتاعتك ما تفقد السلطات. يا زول ابقى قائد عام وعين لك قياده بتاع خارجيه، عندك مليون سفاره وعندك مليون قنصل خارجي وعندك مليون ضابط من الشرفاء بتاعنا الجيش، عينه برا عشان يتحرك لك، يبقى لك معكوك، يحرك لك وينسي لك. اول ما انت تعمل الكلام ده اشتغلت الجيش، بعد هم ذاتهم الجنجويد يمشي وين القياده يعملوا بها شنو يابا؟ تاني تعمل بها شنو القياده؟ ها الموضوع انتهى، زول ده بقى عين لك زول تاني. الأمم المتحدة تتكلم معك في شنو؟ ده الشغل بتاع الجيش الحق يقوم، ده اللي اشتغله أبو أحمد ومنع العالم كله قال لهم ما تتدخلوا، ده شأن داخلي. عمل أبو أحمد ولا ما عمله؟ أي رئيس عمله؟ زلنسكا عمله. ليه لافين؟ ليه دائما أنتوا يعني بتحاولوا تدوروا يعني الحقائق قدامكم وتلفوا في الحقائق؟ ليه؟ ما شغل عديل قدامكم يا جماعة، اشتغلوا جيش، ما دارين تشتغلوا سياسة، ما دارين هدنة، ما دارين مفاوضات، ما عندكم صلة، ما عندكم صلة بالمفاوضات، ده جيش. لأنكم أصلا شغلانة ذاتها بيع في بيع، بيع للوطن، حيجوا يسوقوا الغنم ديل كده يسوقون بالقطيع والجيش والبتاع، وفي النهاية يقسموها ومنطقة بتاع السيطرة بتاع الدعم السريع ومنطقة بتاع السيطرة بتاع الجيش السوداني ومنطقة بتاع قاعد فيها الجيش السياف ولا قاعد فيها أمم متحدة، دايريننا كده، دايريننا العساكر كده، إن إحنا ما بنقبلها ولا بنفوض زول. الزول اللي بيمشي بيفتش في التفويض ده ما بيلقى عندنا، لانه نحن يا جماعه القضيه ذاتها ما هي القضيه. السودان ده مما بدا مكسور، مما يتكسر ما بنجبر، بنجبر غلط. اول ما يتكسر وينجبر غلط تاني نجي نقعد يا جماعه الكرعين ده ما ماشات كويس، طيب اكسروا طق اكسروها، ما بيجبروها غلط، بيجبروها زي الجبر بتاعهم ده، يجي يقول لك يا اخي نفوض الجيش، نركب البتاع، ندخل الكيزان، لا نحن الدولة ده لازم تتعدل عديل، الكسر ده لازم يتصلح عديل. يجي جيش، الجيش طوالي يعلن حالة الطوارئ، حظر التجوال، تكوين حكومة الحرب، خلي الجنجويد يفتشوا حكومة الحرب يا أخي، خلي الجنجويد يفتشوا حكومة الحرب، خلوه نحوسوا عينهم برا ذاتهم حكومة الحرب دي ذاتها، ناس وزير دفاع حكومة الحرب، قائد عام اقتصادي، شيل المعتوه اللي اسمه منه بتاع الحركات ده، من الدكتور جبريل ده، دكتور جبريل شنو ده؟ زول متآمر ذاته، ده زول محايد، زول واقف معاك وزير بتاع مالية محايد، دي كيف؟
زول واقف معاك محايد في شنو انت يا بابا؟ محايد نحن ما دارين نخش في الحرب دي. طيب ما احمي اهلك، احمي ارضك، احمي مناطقك، احمي مالتك ذات، احمي مالتك بجيشك ده ما بتقدر تحميها. ده كلهم متآمرين عقال. تخيل انه نائب رئيس مجلس ومحايد، ده كيف الكلام ده؟ ده ما بوريك انه التآمر قدر كيف يا جماعه. القضيه دي واضحه. هسي في مجموعه طبعا، ده انا بتكلم عن الناس يا جماعه بيحاولوا يسوقوا في افكار. في واحد ثاني بيسوق في فكر انه حميتي قاعد وانصاب وانضرب ومشى كينيا وجابوه من كينيا. يا زول كينيا شنو يا ابوي؟ كينيا شنو يا زول؟ اندفن وشبع، شبع موت، مات شبع موت. الناس وقفت في مغابره وشالوا اولاد اعمامه العزا فيه، واهله في 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 دبي شالوا العزا فيه، وهو واخوه ده لحقوا بعد 7-8 يوم. اي زول بغالط خليه الا يجيبوا تسجيلات عندها وعندك قدامك تسجيلات مفبركه. هو اصلا لو كان فيه باقي كان جابوا له صوره ان شاء الله نص كده، جابوا له صوره كده ان شاء الله بسلم. ما قبل كده جابوا صوره وهو داخل في العربيه، نفس الصوره دي ممكن اخذتوها وتطمن الناس. طمنا زي ما بيقولوا، ما كان يطمن جمهوره، يطمن الميليشيات بتاعته الغتله دي، ما بيقدر يطمنهم لانه اللي يطمنهم من القبر. جماعه القضيه دي لو انت جيت حسبتها اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل في انه في تمدد عالمي، شغل اسرائيلي. الاسرائيلي جا كيف يا غالي؟ انت كمان ده تالف تجيب اسرائيل؟ اي بالف اوريك بالف كيف. اكثر زول ظهر في القناه الاسرائيليه منه ماعز يوسف عزت. يوسف عزت بتعرفه ولا ما بتعرفه؟ الشركه الكنديه. هو من وين يوسف عزت؟ ما ماخذ كندي يا بابا. يعني الشركه الكنديه دي ذاتها من الاوصيه بتاعتنا جابوها بتاعت الميديا ذاتها. دي شغل الفبركة ذاته جاب عزت يوسف عزت ده. يعني الشغل ده كله شغاله منه. دي الشركه الكنديه تتذكر الزمان ديك بتاعت يوسف عزت دخلته في القناه الاسرائيليه 12 في الوقت ذاك، يعني ناطقه بالعربي طبعا القناه بتاعت الاسرائيليه دي. الليله الدعم السريع ده يوسف عزت، دول كلهم ماتوا، دول كلهم انتهوا. الليله الشركه دي ذات اللي هو سيده طبعا معروف سيده ضابط اسرائيلي قاعد في كندا، الناس كلها عارفاه تكلم عنها البعشوم. الشركه دي ذاتها هي ماسكه التسويق ده ذاته، ماسكه الذكاء الاصطناعي، ماسكه الصفحات بتاعته، بيشرفوا على مجموعه من الغحاته، الغحاته دي ما فضل الا يلبسوا بيقولوا الكدمول، ما عندهم حاجه غير انه يلبسوا الكدمول، واحد ما عندهم فريق. حسي يوسف عزت ده قالوا براو بديره، يوسف عزت عنده مكتب كامل، المكتب ده ظهروا لك فيه، ظهر لك فيه ود المرغني، ظهر لك فيه خالد سيلي، ظهر لك فيه ود كله ظهروا بعمله مع يوسف عزت. طيب ظهرهم شنو؟ يوسف عزت ده كان المستشار بتاع حمدوك. كيف المستشار بتاع حمدوك؟ جابوا لي حمدوك. كان المستشار بتاع حمدوك وزول شيوعي. ظهور يوسف عزت ده ما الليله. هاي هو مريض نفسي عنده مشاكل، لكن يوسف عزت ده ظهر في السلام بتاع الدوحه. واد صغير كان جابوا مني اركم الناوي، القصه دي معروفه يا جماعه. جابوا مني اركم الناوي كانوا يمثلوا اتحاد شباب دارفور. ده يوسف عزت ده ذاته. اتحاد شنو؟ شباب دارفور. هو شيوعي. معروف انه شيوعي. اللي بتربطه بياسر عرمان الشيوعيه ذاتها والحركات برضه لانه هو تابع لي كان ناس مني اركم الناوي. ومعاون لنا مهدي. ديل كلهم كانوا مرتبطين مع بعض، مرتبطين حتى في الميديا دي متواصلين. عزت شيوعي دي ربطته. اول ما انتهت القيادات الفوق دي الليله ماسك يوسف عزت العمل ده كله بيقوم به الدعم السريع ده. معاه منه؟ معاه الغحاطه، ناس حزب الامه، ناس خالد السلك، ناس كده ناس كده. يعني الدعم السريع ده قيادته الحقيقيه السياسيه منه هي غحت كل الاحزاب دي، هي القياده السياسيه لمنه للدعم السريع. ميليشيات الدعم السريع الاسم الحقيقي، ميليشيات الدم السريع. نمشي خطوه. طيب ميليشيات الدم السريع دي الليله فيها جزء متماسك، يعني ماسكه يوسف عزت ده وماخذ الجانب السياسي، وفيها جزء فقد المنطق. ديل اللي بيسرقوا وبينهبوا وديل جايبينهم بالغنايم. يوسف عزت ده داير يصلوا لتسويه باي طريقه، الليله بيعصروا في الجيش، بيعصروا في الجيش باي طريقه عشان يصلوا لتسويه. ومبارح القضيه بتاعت انه لو انتهوا من البرهان ده حيضطر انه القائد التحت طبعا مع برهان مات، القياده بتاعت الجيش لو ماتت حيحصل شنو؟ الزول اللي قتلوا القياده، الناس اللي قتلوا القياده دي واستلموا القياده بعد ده خلاص حيجيبوا ناس حمدوك ويشكلوا حكومتهم، لانه يوسف عزت كان المستشار بتاع حمدوك، لانه يوسف عزت كان تابع لقوى اعلان الحريه والتغيير.
يعني القياده دي يوسف عز الدل بيمثل حسي بيمثل منو يا جماعه؟ بيمثل الهالك حميتي والهالك عبد الرحيم دقلو، وهو بيتعدى الغايده الحقيقه حسي. الجوني ده الاماراتيين شايفينه زول صغير، الجوني التابعين ده شايفينه صغير. نمشي خطوه. امبارح البرهان وكيف ظهر كان عنده رسائل يا جماعه. البرهان ده ما خاف، كان دار يدحض الشايعه انه يا جماعه دي شايعه سايه وما حصل حاجه وانا قاعد. حتى شده ما مخلوعين اليوم ذاته الاربعاء، في ناس بيقولوا مفبرك، ما مفبرك انت كده عين للبرهان ده، عين لجسمه، عين عين له قدر يا اخي. برهان ده انتهى انتهى، ما انت قال النازل انا ما داري امشي لك للحاجه الثانيه لانه يعني للعقليه الثانيه يعني. يعني انت لو جيت فسرت الموضوع ده شوف البرهان ده ضعيف كيف. شوف الطيران اللي بيضرب كان بيقتلوا بيه الناس، هو بيجي بيقتل فيه. عمر البشير ذاته بيرجف، حتى هم ذاتهم قاعدين في الليله السلاح الطبي بيهاجموه بالطائرات المسيره، يعني هم كلهم تحت خط النار، هاي كلهم تحت خط النار، ما بعيده من عمر البشير. ما كان قبل كده قاعد يقتل، ما طيرانه كان بيقتل، بيقتل ولا ما بيقتل؟ كان بيقتل. الليله هم في خط النار. قصه انه مسيطرين الدعم السريع ومسيطر الجيش يا جماعه، القضيه بتاعت السيطره دي ما انت لو مشيت فيها السيطره للدعم السريع ما تبقى ذو الغبي، لكن سيطر بدون فعاليه بدون قيمه. وريناك اذا انت دار تعرف سيطرتهم كيف، اقعد مع نفسك يا اخي، اقعد مع نفسك تابع كده بالراحه يا اخي. شوف ابدا من اي فجه خش درمان دي، حس الليله هم مسيطرين على ام بداد دي كلها ماسكينها. القياده العامه اللي انت بتتكلم عنها بتقول ما مسيطرين على، امبارح كان في ضرب في هركويت. هركويت دي وين؟ ما جنب المطار، لو انتم ما بتعرفوا الزول ما بيعرف هركويت دي جنب المطار. يعني لو فكت لك دانا ولا فكت لك اي شيء بتقع جوا المطار هركويت. بهنا العماره بتاعت هيئه الاركان الحسي مبارح مجتمعين دي محروقه، وكان ماسك الدعم السريع ممن المخابرات بهناك قاعدين فيه ناس الدعم السريع. الناس اللي في النص القاعد الجيش دي ما بتتغير. كوبري كوبر ماسكينه الدعم السريع، كوبري شمبات ماسكينه الدعم السريع، الهيلتون، برج القذافي، بنك السودان، مبنى زين، مستشفى الخرطوم. مستشفى الخرطوم يوه هناك القياده، ما داروا كله ده وبهناك طوال القياده يعني. يعني انتوا دارين تغيروا الواقع كيف؟ يا زول نحن هم مسيطرين ما مسيطرين، هم في النهايه ده الغزاء. ما بيقيموها بفهمك ده. انت يا اخي وقت تقول يا اخي ما مسيطرين والموضوع ده قرب ينتهي، معناته انه لو انا ذاتي مشجع كده انه انا مش اقدم نفسي. ما خلاص الموضوع والله قال يا اخي حسي انا سمعته قبل شويه قال الموضوع انتهى، ما معناته ضريت الجيش؟ نحن محتاجين لاي زول يقدم نفسه، وكل ما انت تحكي الواقع افضل عشان الناس تحس بالواقع ده وتمشي تتقدم. نحن الحاجه الوحيده الحق نحن نتمسك بها انه نكون صادقين في الفتره دي عشان الناس تحس بالمسؤوليه. حسي بكره لو قاموا دخلوا القياده العامه وقتلوا البرهان ده، وهم في النهايه الرمزيه بتاعتهم البرهان، عشان القصه دي تنتهي والرمزيه بتاعتهم دي تنتهي، ما حقه البرهان ده يعمل حكومه الحرب؟ ليه ما داري يعملها؟ ليه داري يمسك فيها كده؟ وانت ليه قبلان بالكلام ده؟ ليه انت مخلي الموضوع ده بس شغال في الجنجويل وناسي في انه نحن ذاتنا كقياده محتاج تتغير القياده دي؟ ده ما بينتصر الاسلوب اللي بتاخذه ده اسلوب بتاع انهزام. جيش ماشي منهزم لانه قيادته منهزمه. جيت راجع للماضي، ارجع للماضي، ما اصلا لازم تكون منهزمه. انت بتفتكر انه الدعم السريع خلقه منه؟ صنعه منه؟ ما هو لغايه ما فات عمر البشير كان ما بيقدر يخش الخرطوم، لكن بعد ما فات وجو كونوا اللي هو المجلس بتاعه ده، اي زول تابع المجلس اللي هو المجلس العسكري بتاعه ده، المجلس العسكري ده اول حاجه البرهان جاب حميتي رقاه، اول حاجه رقاه وعينوا نايبه في المجلس العسكري، خليه مجلس السياده. أنا بتكلم معك في المجلس العسكري. ده منو اللي عمل الكلام ده؟ مش البرهان؟ وأزال المادة 5 اللي بتخلي الدعم السريع تحت سيطرة الجيش، ما في، المادة دي شالها، شالها البرهان بقرار. وطلع مراسيم، وزع الشركات كلها بينه وبين منو؟ بين الدعم السريع، ده اللي عمل الكلام ده منو؟ ما البرهان ذاته؟ ما سلموا 30% من المنظومات الدفاعية؟ ما قالوا إنه هو من رحم القوات المسلحة وأي زول بيتكلم عنه يبقى عدو للجيش ويعدو لنا نحن؟ الكلام ده ما هم ذاتهم. البرهان ده مش اوقف التجنيد؟ اوقف التجنيد بتاع الجيش وطلق يد الدعم السريع يجندوا لما حصلوا 100,000. ده ما البرهان ولا زول تاني يا اخي. ليه يا اخي انتوا دارين تجبرونا انه نشجع الزول الظالم القاتل؟ انا بشجع جيشي يا اخي، انا دار المؤسسه دي نظيفه، دار يطلع منها الزول ده ذاته.
بفتكر انه وجوده ما بننتصر يا اخي. وجود الخونه ما بتخلينا ننتصر. الحاجات اللي بيعمل فيها دي ذاتها بتخلينا ما بننتصر. لو كان وقف موقف رجولي كنا بنقول يا جماعه اهدوا اهدوا يا جماعه، ما في زول يتكلم يا جماعه. البرهان ده بيتخذ في اجراءات حقيقيه ممكن تغير الواقع. الليله اعلن حكومه الحرب دي، بعد خلونه يفتشوا اي زول، خلونه يمشي يقبضوا رئيس حكومه الحرب، عينوا في فرنسا، عينوا في سفير من في امريكا، عينوا سفير في مصر، اي واحد من القيادات السودانيه عسكري طوالي بقوا رئيس حكومه الحرب. امسك انت قائد عام دارين كلامي هنداك رئيس حكومه الحرب، خليه يستجلب لك الدعم، خليه يبدا لك شغل جديد. هذا كلام واضح يا جماعه، يلفوا لك ويدوروا، خليه يقول لك لا مسيطرين لا ما مسيطرين، لا قربوا ما قربوا، قربوا كيف اذا كان بدون طائرات مسيره كل يوم يا اخي. دل ما اول ما وصلوا مرحله الطائرات المسيره معناته يبقوا لك زي الحرب بتاعت اليمن، طائرات مسيره وبعد تدوين. الليله امبارح مدونين وادي سيدنا حيتقعد تلف، دونوه دونوه. انا عندي زول صاحبنا قريب له حرقوا ما حرقوا ما عارف، لكن دونوا دونوا السلاح الطبي، دونوا القياده العامه، دونوا وادي سيدنا. وانت وين؟ انت وين؟ انت وين من التدوين ده كله؟ جيش جاي داخل نسمع بس؟ ما في سمع. يا جماعه نحن خلونا نشتغل شغل الجيش، شغل الشعب. الجيش ده خليه المواطن يحمي نفسه، المواطن يحصن نفسه. المعركه دي يا جماعه مستمره، المعركه دي ما الليله ولا بكره ولا بعد بكره، دي معركه جديده، معركه حقيقيه، معركه بتاعت انه فعلا يكون في وطن ولا ما يكون في وطن. القصه دي ما دار تفويض، اي مواطن بفوض نفسه. والليله الوضع صعب يا جماعه، اي زول بيقدر يحمل السلاح، بيقدر يدافع عن وطنه، بيقدر يحافظ على وطنه، بيقدر يعني يغير الواقع ده، يقدم نفسه طوالي. نحن كلنا كسودانيين والله والله لو كنا موجودين، الواحد بالقدره اللي عنده بيمشي يقدم نفسه. دي ما قضيه بتاعت صراع بتاع كيزان والكلام بتاع الهباله بتاع المجموعات الما سودانيه دي، دي مجموعات ما سودانيه محتله، قصه فلول وقصه العوالة دي ما في زول بيصدقها ذاته، والعالم ما بيصدقها، والتقارير بدأت توضح لك الكلام ده، لكن ما في زول بيقول لك تلت الثلاثة كم، لغاية حسي ما في زول بيقدم لحكومتك دي حاجة، لأنه شاعرين بأنه البرهان ده ضعيف، شاعرين بهم بأنه القيادة دي ما بتستاهل إنها تكون موجودة، شاعرين بأنه القيادة بتاعت البرهان دي ما مضمونة ذاته، ما في زول قدر يعني يقف معاه. الليلة شوف كل الناس بدأت تنسلخ من البرهان، ليه؟ لأنه قراراته ضعيفة، ولأنه هش، ولأنه ما مالي قاش يا أخي. شوف كل يوم بنسلخوا منك، هاي قول اذاعه وقول اعلان وقول فبركه، صح فيها جزء فبركه لكن فيها جزء حقيقي، بسيطين ملازم ملازمين ثلاثه برضه باثروا. ما انت في النهايه كل ما هو يعمل كده كل ما يشتغل بها شغل اعلامي والغحاته قاعدين، انت بتحارب في قوى عالميه، بتحارب في كينيا، بتحارب في اثيوبيا، بتحارب في الحكومه الاماراتيه، بتحارب في الحكومه السعوديه، بتحارب في كل الحكومات، بتحارب في امريكا، بتحارب في اسرائيل، بتحارب في ميليشيات نهبت وسرقت وقعدت 300 سنه. انت من الجزء انت المكنتها، انت ذاتك جزء مكنتها، سلمتها، فتحت لها المينا، تسرق في الذهب وتسرق في اليورانيوم وتسرق في خيرات البلد، دخلت لها سلاح الدايراو. الليله زعلان عندنا واحد بيضرب لي زعلان، قال لي يا اخي نحن قلنا لهم يا جماعه تعالوا الحقونا، نحن في المورده في حيريت، حيريت دي عنده بيت كبير هناك بيعمل فيه السلاح وبيردم فيه في السلاح. قال لي الجماعه قالوا لي عارفين، طيب عارفين بيسووا في جماعه تضربوا. والله نحن علينا حمايه، الجيش كله قاعد في حمايه، ما عنده امكانيه يطلع، قدر ما يطلع بخاف لانه الفجر اللي بيطلع منها بتتقدى. طيب ما تستنفر، شغالين استنفار، والاستنفار حقه يكون فيه اعلان حاله الطوارئ عشان الولايات تبدا تستنفر. الموضوع ده حقه يكون السودان كله، ما الخرطوم، الناس اللي بدوا يتنفسوا بعد شويه حيطلعوا. قلت لك بالوبي احس الضرب ده ما شغال، كاس ما اشتغلت يا جماعه، ما قلت لكم القصه دي ما بتجيب؟ منطقه كاس الفاشل الليله مجموعه بيضربوها، مجموعه من الناس، المجموعه بتاعت العساكر بتاعين الضعين سلمت نفيسه، ديل ما اولاد القبيله، ما ده مشروع ما حيجيب لانك انت ضعيف، لانه ما قدرت تتخذوا اجراءات يا قياده، قياده الجيش للاسف الشديد ما بتشبه الجيش. الناس عشان تنهي سيطرتهم لازم لازم تاخذ قرارات حقيقيه الشارع ده ذاته يقتنع بها. اعلان حاله الطوارئ وقفل السودان ده كله، قفل الولايات، ما في ولايه بتمشي لولايه لغايه ما ننتهي من الهاجز بتاع ميليشيات الدعم السريع. ما معناته انه انا اكون معك لازم اكون انا ماشي معك في رايك، نحن متفقين خطنا واحد بانه دايرين دوله مدنيه.
انا مؤمن بان السودان ده لازم ينضف من القتله والمجرمين كلهم، لكن ما بمشي معك في شارعك ده، ما بفوضك، افوضك لشنو؟ انت عملت شنو عشان افوضك؟ انت لغايه حسي رجعت اليرموك، انت حسي شغالين رجعت اليرموك، رجعت الاستراتيجيه، رجعت زين، رجعت برج هيلتون، رجعت برج الفاتح، رجعت برج الصداره، رجعت مستشفى الخرطوم، رجعت التصنيع الحربي، انت ما رجعت حاجه يا اخي، انت ما رجعت حاجه وما حترجع بالطريقه دي. الطريقه الوحيده اللي بترجع انه كده الهي النازل من القياده، اشتغل معانا جيش يا يعني. اشتغلوا جيش، ابعدونا من الهدى، اشتغل جيش، كون حكومه الحرب، اعلن حاله الطوارئ، اقفل البلد دي، استلم الكباري دي، الكباري دي يا اخي نحن يا اخي لو دار تعمل انقلاب، حتى اي زول بيقول له اول ما تيجي تعمل انقلاب بيقول لك عمل انقلاب، اول خطوه عملها شنو؟ اي زول يعمل انقلاب بيعمل اول خطوه بيعملها شنو؟ بيستلم الكباري، صح؟ البرهان ده كوبري شنباد عندك؟ كوبري المنشيه عندك؟ كوبري كوبر عندك؟ اخي ما عندك كباري، ما عندك يعني انا يعني نقعد نلف؟ الخرطوم دي مما تخش بالمورده بهنا من المقرن والهيلتون، الهيلتون قاعد فيها منو؟ الطابقه الاخير رافعين فيها سلاحهم فوق. بنك السودان الطابقه الاخير رافعين المضادات بتاعت الطيران. الهيلتون، برج الغزافي، القصر اسمه شو؟ قصر الصداقه. كل المباني العاليه دي الدعم السريع خدت فيها مضادات وقاعد. وين الجيش؟ الجيش مخندق، الجيش هو بحاول يخش ما بيقدر، ما بيقدر لانه ديل مسكوا الكباري. اي حركه حسي المره اللي فاتت اكتشفوا شنو؟ ما هم ماشيين على الكوبري، مناطق ناس حطاب، المناطق العمل اللي قاعدين طوالي ادوا الخبر، خسرت معركه وحتخسر معارك. قفل الكباري، يا اما الكوبري يكون حقك ولا تضربه، كلام قلنا لك من الاول. تلف وتدور اذاعه شنو اللي قاعدين فيها؟ اللي بيقعدهم في الاذاعه شنو؟ انت زول هش يا اخي. يا اخي الناس والله والله ناس اتصلوا بها قالوا لنا، هم اتصلوا قالوا لنا الجنجاوي ديل قاعدين في بيتنا. نعمل شنو؟ قال لهم ممكن نضرب، قال لهم ارموه اعطى، اقسم بالله كميه بتاع السودانيين اخذوا منهم اذن عديل، يعني زول بيضرب له يقول له يا اخي بيتك هاي، يقول له انتهي منه، وش هو جنجاوي؟ عشان يتطهر. اذا المواطن ذاته معاك في الضرب المبرع، لانه ده الخونه، لانه ده العملاء، لانه ده المرتزقه. ليه ما قدرت تدمر الاذاعه دي وتمسحها يا اخي؟ جوا بتقول لي في اسرى، الاسرى ذاتهم نحتسبهم عند الله. ما ضربتك كل ما تضرب ضرب قوي كل ما تخوف الخونه ديل. شنو الشفاع الصغار اللي جاروا لك منو كده؟ سفيان وفلتكان وجبريل وإسرائيل. يا زول ده سودان، يا زول الكوبري ده انت مخليه معناته انت بتغذي في الجنجوي، معناته انت الحبل السري بتاع الجنجوي. ليه كوبري شنبات يكون شغال؟ ما هو كوبري شنبات ده يا جماعه هم الكوبري الوحيد الماسكين الجنجويد بالجنبتين. يعني الكوبري بتاع وادي سيدنا بهنا في جيش وبهناك في دعم سريع، وحس استلموا ناس الجيش قالوا، او موجودين لسه في صراع لكن ناس الجيش مستلمينه. ده الكوبري بتاع وادي سيدنا، تجي راجع دي العاصمه يا جماعه، دي الكباري اللي بتودي الخرطوم وبحري من ام درمان. المجموعه دي ما كلها بتجي بام درمان، ده ام درمان دي ما الظهر وبيل. انا قلت لك اهلنا ناس الجمعيه دي حيتالموا كثير. وقت يخاووا هذول، وقت يخاووا الشيطان بوديه حسي نازل خاول الجنجويد ديل، وحيدخلوا في مشاكل بعدين. الكوبري الثاني طوالي كوبري شنبات، يعني بعد كوبري وادي سيدنا وانت جاي هناك بتلاقي كوبري شنبات اللي هو بوديك ام درمان الصبابي بهناك بحري، تقع في المظلات والصبابي بهنا تقع في بيت المال والملازمين. ده كوبري شنبات، وده شارع واحد بيجي من ليبيا، من ليبيا شارع واحد، تخيل. عشان كده سموه شارع ليبيا، سوق ليبيا ده جاي بشارع ليبيا ذاته من ليبيا. تخيل انه من الجنجويد من هناك ابلسي واحد بو كوبري شنبات. ما ضربته ليه؟ ليه مستلمين كوبري شنبات يا اخي؟ ما ده المغزيون، ما ده المغزي وده المحركون وده المديون امل انه كل ما ينزنقوا بيمشوا بام درمان بهناك، ينزنقوا شويه يجوا بهنا. ما تجي الكوبري ده يا اضربه والله اقلعه، قلع ما بتقدر تقلعه، اضرب في وي في جي. اضرب المنطقه بتاعت الصبابي دي، ما منتدى الكوبري ده قريب ل 2 كيلو او كيلو ونص، اضرب الجزء اللي هناك ده عشان توقف الكوبري ده
يا اخي تعبنا نقول لك الكلام ده. اضرب كوبري شنبات يا اخي، كوبري شنبات ده حيدمر البلد دي. اي جنجويدي بيجي داخل بسلاحه، اي صاروخ بيجي داخل بكوبري شنبات ده ما ضربته. كوبري كوبر، كوبري كوبر ده ما نازل قدامك في القيادة هناك، كيف يكون ماسكينه الجنجويد؟ كوبري ده يا اما يكون ماسكه الجيش. يا اخي دي افلام حضرناها، تواريخ وعبر من زمن هتلر. الزول اللي بيمسك الكباري ده اللي بيستحوذ على الدولة. انت عندك كوبري شنو؟ كوبري ام درمان الخرطوم، ام درمان ماسكه بهنا اللي هو منطقة السلاح الطبي، بهناك جنجويد. كوبري الفتحاب بهنا عندك، بهنا قاعدين منه قاعد سلاح المهندسين، ما هي ذاتها يعني كوبري الفتحاب وكوبري الخرطوم ام درمان القديم ديل واقعات في السلاح الطبي، في يعني في جنبة السلاح الطبي، بدايته بهنا ونهاية السلاح الطبي بهناك والغادة والأركان. داك برضو بهنا سلاح المهندسين وماسكين الكوبري، بهناك الجنجويد اللي هو فيه زين وبنك السودان دي كلها قاعدين فيها زين. الحاجة اللي بيعملوا فيها لحسي ما معروفة، ناس قاعدين في منطقة، منطقة الزين والهيلتون وبنك السودان كلها مكاتب، لكن المكاتب دي عملوا فيها شنو؟ بعوثوا فيها الفساد، ما في زول عارف. نمشي للنقطة اللي بعدها. كويس، البرهان داير يوري امبارح انه الجيش ده متماسك، يعني ظهوره ده اولا ضحض للشايعة، اثنين داير يوري انه الجيش ده متماسك وانه الحاجة اللي بتدور برا دي ما حقيقية. وده جزء من فعلا الجيش ده يا جماعة متماسك، متماسك ولسه الجيش ده متضايق من الحاجة اللي بيعملها البرهان ده، شاعر بانه يا اخي ده ما شغله، العمل السياسي ده ما شغله، وعارف بانه الجيش ده محتاج انه ينتفض شوية، الجيش ده محتاج ينتفض، عشان ينتفض لازم انت تكون حكومة حرب عشان ترفع الضغط من القيادة العامة، عشان توري انه انت جيش بيشتغل، جيش نحن شغالين جيش يا زول، عشان توضح للعالم ده بانه نحن ما ديكتاتورية، ونحن ما 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 بنفتش في السلطة، ونحن ما طلاب بتاعين سلطة، ونحن ما ساكين السلطة زي ما بقولوا، نحن جيش طوال يسلم البتاعة دي، كون حكومة الحرب خليك قاعد غايد عام، وكون حكومة الحرب واختار لك اثنين، واحد جوا واحد برا، عشان يقدروا يتحركوا، عشان يحركوا البلد دي، عشان يضغطوا اعلاميا، عشان يكون عندك فعلا مجموعة اعلامية مذهولة. اعمل وزير دفاعك، اعمل كده اعمل كده، كون حكومة الحرب. ما حتكونها انت، ما حتكونها لانه محمد بن زايد ما قال لك، لانه خايف من محمد بن زايد. اقول لك عادي، لانا خايف من الاماراتيين، لانكم عملاء، لانكم خونه، لانكم مرتزقه، لانكم جبنه، لانكم مامورين، لانكم اولاد زايد. كان العالم كله يشهد بالكلام ده، وخايفين السفير الاماراتي شغال يعوز في الفساد، لانكم فاسدين، والزول الفاسد ما بينتصر. وقفت التجنيد بتاع البريه، تعرف التجنيد بتاع البريه؟ اول ما جاء اول قرار اتخذه ببراء ووقف تجنيد القوات البريه. الليله بيجي في الحصاد بتاع انه وقف النقطه دي وخلى الدعم السريع ده يعوز الفساد. شغال مكن في الدوله، قياده معاصره، هي القياده معاصره، وفي ضغط في مجموعه بتاعت العمل الخاص، قلنا بنقوم المظلات بتقوم، فلان بتقوم، ما بتكفي. في كميات كبيره من الناس اللي قدمت ارواحها الليله دي، كميات ممكن يكونوا الليله يكونوا حصلوا زي 70,000. شفت الناس اللي قدموا نفسهم؟ ما قل من 70,000. دي احصائيات يا جماعه، وده ما دايرين، نحن دايرين 200,000 300,000، نحن دايرين 500,000 يا اخي سوداني. وقت يجي واحد يقول لك الموضوع ده انتهى وخلاص، انا ما خلاص، ما الموضوع انتهى ثاني في شيء، ما في داعي. ما اخواني قاموا باللازم يا زول، اخوانك ما قاموا باللازم ولا شيء، ومضغوطين، مضغوطين ضغط شديد، وحقه تقدم نفسك. اي زول جوا في البلد دي يقدم نفسه، ده واجبك، لانه لو ما قدمت نفسك، القصه اجباريه، لو ما قدمت نفسك حيقتلوك الجنجويد، حيقولوا انت فلول، تعال كده لا وجه الله، يلاقوك سلام عليك، آه والله فلول، ما له فلول، والله شكله كده فلاوي كده، فلاوي ده طوالي بيرفعوك، شكله شنو؟ استخبارات يا زول، ده استخبارات، ده طيار، يعني ده لو دارين انتهوا منك، يا اخي انت اصلا في الحالتين انت الضايع، يعني ما ادوك فرصه بتاعت نجاه، هم انت طوالي تحت المظله بتاعت النهب بتاعهم، نهبي وقتل واستبداد. جماعه الجرائم بتاعتهم دي موسغة، حكينا لكم ألف مرة، والله آلاف الفيديوهات. حس في المعارك بتاعت أهلنا المساليد دين في الجنينة، نسأل الله أنه يتغبل شهداء الجنينة، وصلوا
مرحلة، تخيل انه المرحلة الوسطى اللي تدريها انه بيقتلوا الاطفال لو لقوك عندك طفل بيت ما بيسألوها، يعني لدرجة انه الامهات الشاردين باطفالهم من الجنينة خاشين كان بيلبسوا اولادهم لبس بنات. امشي اقرا التقارير ذاتها واسمع من الضحايا لانكم ما قاعدين تسمعوا. تخيل انه تلبس ولدها لبس طفلة بيت عشان لو لقوا ولد بيطبحوا قدامه. ديل ناس ما ديل قلت لك حيوانات الجنجوي ديل يا جماعة، ناس ما بشر قلت لك، دي موسغة. الناس اللي بتفتكر حسي الصراع حينتهي ما حينتهي، الحكومة الإماراتية دي مش عملت مستشفى في نجمينة حسي مستشفى قالت تنقذ به الناس. المستشفى دي من المعسكرات 5 كيلو، ما في ذول بيصلوا ذات المستشفيات اللي بتعمل فيها الحكومة الإماراتية عشان تدعم اللاجئين ديل، دي كلها سلاح، دي بتدعم فيها يا هم الغتلة ديل ذاتهم، بتدعم فيها الجنجوي والميليشيات بتعالج وتدفع وتسفر ترجع ليه. والروك زيتوايات جاية، زيتوايات حتكون مستمرة طوالي لأنه ده مرتب، المرتب ما زي زمان كان بديك لو حميتي الليلة بتديك لو الحكومة الإماراتية مباشرة يا أبوي. شوف المرتب ده حيكون كيف، هرجع بس بدوك كم أقعد شهر، الغنائم حقتك عندك 3 مليار، بعد ما تنتهي سميت 3 شهور 4 شهور عندك 60 مليار، عندك 50 مليار. يا زول الناس ديل بيحلموا ببلد زي دي، انت ما شايف الذهب اللي بيطلعوا لك فيديوهات وما شفت الدولارات اللي قابضينها في بيت حميتي؟ مليارات يا زول، مليارات يا اخي، مليارات المليارات دي ما بتضيع الحكومة الإماراتية، ما بتضيع لها دولة فيها ذهب زي دي زي السودان، ما بتضيع لها دولة فيها أراضي زراعية خصبة زي السودان، الحكومة الإماراتية ما بتضيعها يا أخي، ما بتضيع المواني بتاعتك، المينة بتاع بور السودان 720 كيلو على البحر الأحمر دي ما بتضيعها، السمك بتاعك ما بتضيعه. إذا ما نحن كلنا توحدنا وإذا ما كلنا اتكلمنا عن المشكلة بتفاصيلها بدون لف ولا دوران، المؤامرة كبيرة، المؤامرة كبيرة دي ما معناتها إنه نزيف الحقائق، المؤامرة كبيرة نتكلم عن الحقائق بالحقيقة بتاعتها. هدي واحدة من المشاكل اللي بيكتب السفير الإماراتي، ليه ما طردوه؟ ليه ما في راجل ودرجال لغاية حسي كان تريك ولا بيريك ولا عيسى بن موسى ما طلع ضده؟ ليه؟ لأنه ما بيقدروا يطلعوا لأنه معظمهم عملاء، لأنه معظم القوى السياسية دي عميلة. سفير إماراتي ده بيدمر في بلدك، بينتهي من كرامة البلد، بيقسم في بلدك جهارا نهارا، ما في زول بيقدر يتكلم عنه، خايفين كلهم لأنه كلهم عملاء. قلت لك أنا عشان كده بقول لك زي المجموعة دي ما بتقدر تغير، لا ياسر العطا لا كباشي لا كده لا كده، هي حكومة حرب مبرأة من الذنوب، مبرأة من الآثام، مبرأة من الرشاوي، مبرأة من المحسوبية، مبرأة من الفيديوهات المصورة، تجيك عديل ما خايفة طوالي تطرد السفير الإماراتي ده وتغلق السفارات دي وتعلن حالة الطوارئ في البلد دي وتخلق حظر التجوال، بيانات وقرارات بس. حكومه قيادتها تكون برا، تبدا معك من الاول تعبئه جديده واعلان حاله الطوارئ في كل الاغاليم، وتبدا جزء فيها اقتصادي، الحرب دي اقتصاديه، الحرب دي سياسيه، الحرب دي دبلوماسيه، الحرب دي اعلاميه، ده ما عارفين الكلام ده، الحرب دي تفشلت فيها عسكريا حسب بيحصل ده فشل عسكري، دول محاصر، القياده بتاعتك تيجي تقول لي لا ما محاصر ولا كده، لا محاصره، ده ما معناته انه انا واقف معه يا جاهل، انت زول جاهل، ده معناته انه انا بتكلم الحق عشان نحن ننطفئ، عشان الناس تزيد قوة، عشان الناس تزيد اصرار وتدافع عن وطنها، تكلم بالحق عشان الناس تعرف المرض يا ما تحكي لي ببرد تقول لي يا اخي ده الم دبل قشره ببرد. يا زول انت عندك انفجار جوا في الشرايين يا اخي، ده فوق سايدي قشره جوا، لازم تغرق الفتحه دي وتفتح دوس الالم ده وتطلع الوسخ، والوسخ بتاعك ده في القيادة بتاعتك الجبنة ديل العمل المرتزقة، دعم السريع غاتل مرتزقة ديل جابهم من وجب توننا ما جابون هم ذات، وكنت تجي تعالج مشكلتك أبدأ بهم هم، أبدأ بالناس ديل، أبدأ بالجنرالات ديل يزيحوا كده يبتعدوا يكونوا حكومة الحرب يستغلوا جيش يا أخي، ما تدافع لنا عن الركوبة في الخريف يا أخي. ولا لك التحية والتقدير غالب، الكلام اللي قلته كله حقيقة، الحسم بتحرر في السودان السماجة كله في يد قوات الشعب المسلحة، في حاجات كثيرة مفترض يعملها والشعب السودان كله بينادوا لكن ما قادر يعملها،
أنا ما أعرف ده استراتيجية عسكرية أو حسابات سياسية أو خايف من المجتمع الدولي دي. يعني أسأل أي زول بسأل أسئلة دي كتير جدا، مثلا طرد القنوات العربية العميلة دي، وطرد سفير الإماراتي، إعلان حالة طوارئ، إعلان هزل التجوال، وإعلان حكومة الحرب. يعني ده أي شاب سوداني كان سألته بكرة يقول ده الكلام ده مفترض برهان يعمله. و الجيش ذاته كفكل له جامد زي ما بيقولوا، والله بيشتغل يعني بدون اي اسمه. ده الجيش ذاته ما لاقي حريه كم عشان يشتغل. لقيت الجنجوي بيتمدد ولسانه طويل، والشعب السوداني انت عارف اي شيء بيشوف في الفيس بيصدقه. فالميديا له تاثير شديد جدا ومؤثر على الشعب السوداني صراحه كده. فما اعرف الغاهات دي اللي هم انتهوا ودار يحكم بكل الطرق. اسال اللجنه السياسيه عملوا تابع دعم السريع دبرهم القهاد اختاروه عمله انه عشان يدخله في السياسة او يعملوا شيء انه يقوي موقفهم في السياسة. بس كلام اخر كلام طلع انه الوفد في المفاوضات برضه ينسحب، لانه انه اشترط انه الناس دي لازم ينسحبوا من البيوت والمستشفيات يعني من احياء السكنية، وديل جنجوي ديل مستحيل انه يفضوا محلات ديل. ودي كلام قاله البرهان والكباشي، انه قال ان هي بنقبل اي مختار انه يحفظ السياده الوطنيه. ودي الناس هم براغوا بين الناس ديل، وجنجوي ديل ما فاهمين. فشغل دار له حاسم عسكري صراحه كده، يعني يقول حكومه عسكريه انه يتابع المجتمع الدولي والجيش انه يحسب تحت عسكريا، ده بس يحصل. فهسه الموضوع سوق النخاس بره الموضوع والله ماشي ينتشر كتير يا اخوانا. والله ودي اول مره يحصل زي ده، انه الناس ديل أصل اغتصابات وقتل في دارفور 20 سنة، لكن هسه الجنجويد هسه شغل بعمله ده إنه ببيو بنات المخطوفات من خرطوم ده، يعني 350 لحد 650 ألف زادوا في بيت واحد. الكلام ده ما حصل، ده أصل الجاهلية رجعوا نازل رجعونا في قرون ورا. فمديره كان ما يتحسم، ومنظمات ساكتة بالمناسبة، دارفور ده طبعا ما فيه إعلام نهائي. فمديره جد كده دار حسم والله. فإن شاء الله ربنا يلطف بشعب السودان يا رب.